تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس في هذا الموعد الخاص بمباريات لا ليغا الإسبانية واللقاء الذي سيجمع بعد لحظات بين ديبورتيفو ارافيس ونادي برشلونة هنا بملعب المينديس الروسا. الحكم هو أدريان كورليو فيغا. الجانب المهم في هذه المباراة قبل الانطلاق هو ليونيل ميسي. عديدون كان ينتظرون الحضور اليوم على مستوى من حسم لقب الدوري الإسباني الممتاز 77 نقطة مشاهدينا الكرام. يبتعد هو جول فرصة الثانية والثانية من البرازيلي كوتينيو. دائما الخطورة للبارسا والقدم البرازيلية التي أضاعت فرصة التقدم للنادي الكاتالوني. أول اختبار أول تهديد البداية مع الأوروغوياني سواريز سفاحة التيكي تاكا تعود وسط الميدان المنورة. هنا الانطلاق فرصة ولكن الأرض من البارسا وهنا كوتينيو يمشي كوتينيو والتسديدة جهتي اليوم ناسيميدو والصعود بيد الكرة العرضية بعد ذلك من جانب اللاعب ديمبيلي. البارسا لن يفرق في ثلاث نقاط. أول كورنر كاتالوني والركنية الأمر صعب لأن فالنسيا قريب إشبيليا قريب والباسكي كذلك قريب بينما كرة الأمامية في تيش لم يلمس الكرة في معظم الأوقات. البارسا يحتكر الكرة في نصف ميدان ديبورتيفو ارافيس. هنا البارديا نعم انطلاقة من الجهة اليسرى هذه فرصة هذه فرصة فرصة سيرجي روبرتو ارافيس. الحكم يعطي الإشارة لتنفيذه تيرشتيك هنا مع الطريق لبارتولو فيدال فرصة فرصة التمرير نعم اللي مفروض أن يحضر من جانب رفقائي سواريز. هذه كرة لنتفاجأ بحضور توتنهام في اللقاء النهائي بينما كرة ملعوبة على الجهة اليسرى ناحية اللاعب سواريز. مباراة الصعبة أمام الروخي برانكوس الأتليتيكو عندما فازوا 2-0 كوتينيو يسدد ولكن الحارس والتمرير في انتظار أول فرصة لعناصر ديبورتيفو ارافيس. مارتين فيغاراي لا مع اللاعب سواريز ولا مع كوتينيو بينما فرصة مرة جانبية سيرجيو روبرتو يصعد كثيرا نعم الجهة اليسرى متحركة أكثر معك يا سيرجي يا روبرتو كان عندك المجال. هل تحية اللاعب هنا كارلس سالينيا مباشرة سواريز أخيرا سواريز يهدد سواريز ومن حرمانه للمرور في العمق هذه الكرة ناحية ديمبيلي. الكرة تطول بعد ذلك نعم مراكمي توماس بينيا ترجع مرة أخرى كاتالونيا بلمسة سيميدو راسية من فيدال بعيدة جدا يا فيدال لما توقع وجودك في هذا المكان يا فيدال. جهة اليسرى فرصة العرضية بعد ذلك المتابعة من تيرشتن نعم الممثل الوحيد كذلك في الشامبيونز ليج والكرة محاولة المرور الدفاع يتدخل والحكم يشير إلى خطأ في هذه اللحظات نعم ضربة حرة لفائدتي أو رمية جانبية لفائدتي ديبورتيفو ارافيس. سلامات يا بيكي هنا لحظة الاصطدام نعم التدخل كان سليم. أرضية الميدان تلعب هذه الجانبية لعناصر ديبورتيفو ارافيس داخل وسط في كرة صعبة كان ممكن أن يستغلها رفق اللاعب رولان وبورخا باستون. تلعب الكرة من تير أين الممر يا كوتينيو يفضل اللعب على الجهة اليمنى حاول فيها اللعب قيا على نهاية شوط المباراة الأول. تلعب هذه الكرة داخل منطقة الجزاء فرصة مرة ثانية أخيرا يهدد ديبورتيفو ارافيس. أخيرا الحل من كرة ثابتة نعم الخطورة جاءت من الكرة الثابتة لعادة مجددا لوجود وضعية تسلل الكرة مرفوعة. قوة البارسا على ضوئها تم تدبير ال 45 دقيقة بشكل ممتاز. هذه الكرة العرضية من أينك يا سواريز مراقب تماما ومأزول تماما سواريز عن بقية اللاعبين. حسب ديمبيلي وكوتينيو في المتابعة كوتينيو شوف وأيضا ديمبيلي على جهة اليمنى ولكن الفرص كانت قليلة جدا. سواريز يلعب هذه الكرة واحدة اثنين إلى الركنية الثالثة لعناصري البارسا. تلعب هذه الركنية مرة أمام الجميع فالنسيا دون أن ننسى الشامبيونز ليج. هنا ديمبيلي مراوغة أولى وثانية سواريز وتفاهم نعم الاصطدام نعم بين سواريز وديمبيلي لكن الحكم يمنحهم ضربة حرة في هذه اللحظات. بالفعل كان محدود البارسا لأن الحكم سواريز على أوبة الاستعداد نعم إشارة الحكم يتقدم الأوروغواني سواريز والجدار يبعد بعد ذلك إلى الركنية الأولى لفائدة البارسا. بورخا باستون ملعوبة هذه خطيرة مرة
مرة تالية. هكذا يحاول ديبورتيفو ألافيس من خلال السرعة والمرتدة اليمنى. هنا محاولة المرور وحدة مع أرتورو فيدال وفرصة. هو جول 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 جول. أحلى تيكي تاكا وأحلى كرة وأحلى لمسات وأحلى الهدف لك يا البارسا. أحلى هدف يا البارسا بأداء جماعي أكثر من راية. يفتتح تهتز الشباك مرة أخرى باتشيك وسواريز. سواريز جول جول سواريز. نعم لا يضيع سواريز من ركلات الجزاء الثانية لبارسا والهدف 21 لك في مسيرتك هذا الموسم. نعم الهدف رقم 21 لك يا سواريز في مسيرتك. هنا بالمندي سيروسا إعادة مجددة اللقطة التي أثارت الجدل واللقطة اللي أعلن من خلال الحكام عن وجود دار الموسم الماضي كانت خيبة أمل كبيرة في النهائي ولكن الريدز هذه المرة أكثر. ونحن نتابع ميسي 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 راوغ ميسي ميسي. بركاتك يا ميسي بركاتك يا ميسي. باتشيكو يحرمك من هدف عالمي يا ميسي. فرور البطاقة الحمراء خطأ هنا من جانب بيكي. فرصة 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 مرة جانبية. ماذا فعلت يا بيكي ماذا فعلت يا بيكي. هذه يمينك يا بيكي لم يستغل عناصر ديبورتيفو ألافيس لعدة مشددا. هنا فيدال حول ليو يمرر الكرة في اتجاه سواريز. هذه فرصة 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 غير معقول يا فيدال غير معقول يا فيدال. فرصة الهدف الثاني تضيع بعد أن كان في قيادة هذه الهجمة. تكبي المركز الرابع. نعم مركز الرابع بينما الكرة الأرضية